يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم بنات، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة المايونيز، سهلة بزاف البنات الطريقة اللي مش مالفة تصلح لهم، من اليوم تعود تصلح لكم بإذن الله. مكونات بسيطة، طريقة بسيطة جدا جدا، تبعوا معايا الفيديو. إذا وش راح نحتاجوا البنات؟ عندنا هنايا كاس غير ربع زيت، زيت العادي، راح نديروا له شوية خل، حوالي مغرف كبيرة تاع خل، نزيدو نديرو شوي فلفل الكحل، ونديرو الملح. درت هكا نص مغرف صغيرة، من بعد ذوقوها وزيدو إذا بغيتو فرماج. ساعات ندير لها سنة صغيرة تاع ثوم نربيها ونزيدها معاهم. كلش البنات هنايا غير في البراميكسر، البيضة البنات حاولوا تكسروها تجي في النص كيما نقولوا تاع الخليط. درك نعتها لكم هكا تقريبا في النص، ومن بعد نجيبوا البرا نحطوه هكاك في النص، ما تحركوش على الاول، بقاو لاظين برك. دوك تشوفوا كيفاه خلاص بدات المايونيز تاعكم تحكم روحها، تبداو هكا تطلعي هكا وهبطي كيما راني ندير في الفيديو، وخلاص البنات هكا برك تكون المايونيز تاعكم واجده وتطلع لكم طريقه سهله، مام با دقيقه تخدموها البنات. صحيه تاع الدار احسن بيان سور. البنات ان شاء الله تكون الطريقه فادتكم وعجبتكم، تجربوها تعطوني رايكم. المهم البنات نبقيكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.